حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية هناك في موسكو. حسين، الزملاء أخطروني لتوهم بالخبر العاجل المتعلق بنجاتي وزير الصناعة الروسي من محاولة اغتيال. أولا أكد لنا الخبر إن كان هذا بوسعك، واذكر لنا التفاصيل المتوفرة بين يديك. نعم محمد، مساء الخير. بعد مغادرة وزير الصناعة الروسي دينيس منتورف ضواحي خيرسون، استهدفت القوات الأوكرانية المنطقة التي كان يتواجد فيها الوزير بصاروخ من طراز شادو بريطاني الصنع. السلطات الروسية وبعض وسائل الإعلام اعتبرت على أن هذا الأمر هو أمر خطير جدا، نتيجة أن ما تقوم به القوات الأوكرانية أو ما قامت به القوات الأوكرانية ليست المرة الأولى، بل القوات الأوكرانية تعمل منذ فترة على اغتيال بعض الشخصيات، إن كانت رسمية أو شخصيات إعلامية أو شخصيات عسكرية. وأمر اغتيال أو حادثة اغتيال المراسل العسكري الروسي في مدينة سان بطرسبورغ منذ فترة أيضا هي كانت خطوة خطيرة جدا من قبل القوات الأوكرانية. وجود الوزير اليوم في ضواحي خيرسون هو كان لتقديم المساعدات الاقتصادية إلى السكان الذين تدمرت بيوتهم أو دمرت بيوتهم نتيجة الفيضان التي أصاب ضواحي خيرسون وأيضا منطقة نوفي كاخوفسكي بعد تفجير سد كاخوفسكي، حيث اتهمت روسيا القوات الأوكرانية بأنها هي الجهة التي تقف وراء تفجير السد. يمكن اعتبار هذه الحادثة محمد على أنها حادثة خطيرة. الاستهداف الأوكراني بإطلاق صاروخ من طراز شادو على المنطقة التي كان يتواجد بداخلها الوزير فقط كان بعد دقائق قليلة من مغادرته المنطقة، لذلك يمكن اعتبار بأن الوزير قد نجا من محاولة اغتيال. لكن حسين، لا يمكن القول مثلا إنه هذا قصف عادي بين قوسين، لا يعني يبدو غريبا أن نقول إن القصف عادي، لكن لماذا التأكيد على أنها محاولة اغتيال في زمن حرب؟ محمد، المنطقة تشهد قصف أوكراني واستهداف أوكراني، وليست هي الوحيدة، بل جميع المدن التي ضمت إلى الأراضي الروسية تشهد قصف من قبل القوات الأوكرانية، لكن دقائق قليلة كانت فاصلة أو فصلت محاولة قتل لوزير الصناعة والتجارة الروسي. هذا الأمر الذي يؤكده بعض الخبراء على أنه محاولة اغتيال للوزير، لأن القوات الأوكرانية استهدفت المنطقة بعد مغادرة الوزير بدقائق قليلة فقط، لذلك الخبراء اعتبروا على أن هذه الخطوة هي خطوة استخباراتية. وأيضا الأخبار العسكرية والأخبار الصناعية العسكرية الغربية هي من تقدم المعلومات، وأيضا حلف الناتو هو من يقدم المعلومات إلى القوات الأوكرانية والاستخبارات الأوكرانية، لذلك قاموا باستهداف المنطقة بصاروخ شادو. ولو أرادت أوكرانيا أو استهداف المنطقة بعدة صواريخ كما تقوم بها بشكل عادي، فهذا الأمر لن يكون فقط بعد دقائق قليلة من مغادرة الوزير. لذلك بعض الخبراء يؤكدون على أن ما قامت به أوكرانيا اليوم هو لاغتيال وزير الصناعة والتجارة الروسية، أي كما فعلت مع عدة شخصيات أخرى محمد. الشخصيات الأخيرة التي تم قتلها من قبل القوات الأوكرانية هو المراسل العسكري في مدينة سان بطرسبورغ، وأيضا يمكننا الحديث عن الرجل الأعمال وأيضا السياسي الروسي الذي أيضا نجا من محاولة اغتيال في الفترة الماضية. لم يصدر رد فعل عن الإدارة الروسية حتى الآن حسين؟ حتى الآن لا يوجد أي ردود أفعال روسية أو بيانات رسمية تستنكر ما حدث، لكن وسائل الإعلام الروسية والوسائل الإعلام القريبة من السلطات الروسية أكدت الخبر وتحدثت عن أن دقائق قليلة فصلت وزير التجارة والصناعة الروسي من محاولة اغتيال من قبل القوات الأوكرانية. زميلي الكريم حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية، أشكرك شكرا جزيلا.